ده عايز يقدم صوتي للفنان عبد الهادي امين. بالورقه والقلم خدتني متألم، انا شفت فيك مرمطه وعرفت مين اللي اتظلم. اللي جايلك اجنبي ارفع لي تطبطبي وتركب الوش الخشب على اللي منك تقلبي. عارف سواد العسل ده اللي حالك لي واصل ازاي ولين مكملة وكله ده فيك حصل. يا بلدنا عندنا نفسنا يا كل حاجة وعكسها ازاي وانا صبر انت ولسه بشوف فيك امل. الله 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 انا محمد احييك هايل يا حبيبي والله. يلا عبد الهادي بص اسمع بقى صوت عبد الهادي امين ده المطرب بتاعنا ده بقى حبيب. انت دخلت تحدي مع الحوت مع الاسد. اتفضل يا عبد الهادي امين. ما دايم الا وجه الله تعالى شأنه جل علا. انا بتمنى بس رضا وقيم الدنيا هستنى. ومن خلاك ومين سواك ومن كل شر حماك ومن ساعة المحن قواك. تعالى نوحد الرحمن. الله الله عليك يا فنان. الله عليك يا فنان. عايز تقولوا في الكومنتات الصوت ده احلى ولا صوت الفنان عبد الحميد عبد الهادي امين احلى؟ لا راجل ده جميل طبعا. الله يخليك يا كل مسوء والله كل مسوء والله. لا راجل ده جميل. قولوا في الكومنتات مين صوته احلى. التحدي ده لاخواتنا قولوا سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سنه طيبين ورمضان كريم. انتظروا الناس الحلوه دي. انا والراجل الحلو ده ان شاء الله. حبيب اسمك ايه؟ حسام. لا اما علي صوتك فيه ايه؟ حسام. حسام ايه؟ حسام احمد عبده علي. منين يا حسام؟ من منيب. منيب منين؟ من منيب؟ منيب من عند شارع جمال عبد الناصر. احسن ناس المنيب والله. تشرف اي حد يا اخويا ربنا يستره عليه. انت خلي بالك قابلت الفنان عبد الهادي امين دي لوحدها حاجه تاني. حبيبي ربنا يستره عليك يا حبيب قلبي. نقول بقى قبل ما نختم الحلقه تمام. رمضان بنور يهل علينا بناس حلوة ورزينة بغنوة لمسحراتي عالطبلة كل ليلة. من هيقول بلدي من هيقول وطني من هيقول بلدي من هيقول وطني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب يجعل عليكم كلها خير عليكم. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشر طوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا امك ولا اختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار. الله هايل عليك يا ناس. هايل يا عمر ده جميل حبيبي. شكرا.